انت طلقتها عايز توقف حقها ليه؟ واحد خبط واحد في عز الظهر مبطل بالسكينة وبيجي مين اللي هيقف؟ اي حد هيقرب منه هيغوز. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة او مخالفة للقانون، لان الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها لعالم الجريمة. بنحاول على قدر المستطاع، لاننا مش هنقدر ان احنا نوقف الجريمة، لكن نقدر ان احنا نحد منها. تعال نشوف الجريمة دي اللي بدأت اول فصولها في محافظة الفيوم وانتهت المأساة في مدينة نصر القاهرة. زوج وزوجة عايشين والاتنين من محافظة الفيوم، والحياة بينهم مستقرة وبينهم أولاد، وزي أي اتنين متجوزين من وقت للتاني بتدب بينهم المشاكل، من وقت للتاني بيحصل نوع من التجاوزات من قبل الزوج اتجاه زوجته، وأحيانا من الزوجة اتجاه زوجها. المفترض يا جماعة في أي حياة زوجية أن الزوجة تميل شوية، يعني تخلي الأمور تسير وتقدم بعض التنازلات، والمفروض الزوج المنطق والعقل، لأنه أكثر حكمة ومفترض أنه هو رباني السفينة وهو قائد الأعلى لإدارة شؤون البيت، المفترض أنه هو في بعض الأوقات يقدم تنازلات. المشكلة لما تكون الزوجة عنادية، والمشكلة الأكبر لما يكون الزوج عنادي، وللأسف اللي بيدفع تبعات المصيبة دي ومجني عليهم الأولاد. العند من قبل الزوجة بيقابلوا عند من قبل الزوج أدى أن الأمور بيناتهم أصبحت مستحيلة. الزوج أصلا نتيجة عمله في القاهرة كان ساكن في منطقة اسمها منطقة المعصرة، والزوجة كان ليها بعض الأعمال في مدينة نصر. الخلافات لما دبت بينهم اتفقوا على الطلاق، وكل واحد راح في حال سبيله. الزوجة بحكم ان هي الام او ان هي حضنة خدت الشقة بالاولاد واستقلت بحياتها، والزوج رجع لمنطقة المعصرة القاهرة عايش فيها حسب شغله، والموضوع انتهى. طيب ايه الصعب على الزوج؟ الصعب على الزوج لما يكون يحب مراته، لما بيكون بيحب طلقته. سبحان الله، رغم ان الطلاق يا جماعة، عارفين طلاق يعني ايه؟ طلاق يعني بالظبط كده زي الورقة دي، ادي الحياة الزوجية. لما يحصل طلاق خلاص، هي استقلت بحياتها بعيالها ببيتها بكله، وهو استقل ببيته بحياته. المشكلة بقى لما يكون الزوج لسه بيحب طلقته. المشكلة ان هو مش عايز يرجعها، هو بيحبها بس مش هيقدر يرجعها، لان عارفها عنادية ومش هيستريحوا مع بعض. لكن الغيرة، لا عايزها تكلم حد ولا تطلع مع حد ولا تنزل. طب انت طلقتها، معنى الطلاق ايه؟ ان كل واحد بقى دي حياته. ايه الحكمة ان انت تقعد تطاردها، تقعد تراقبها؟ طب خليها تتجوز، لا ما تتجوزش. طب انت هترجعها؟ يا ساتر الله، انت لا ترحم ولا تخلي غيرك يرحمها. انت بيقول لك، انت بتقول انا بحبها، طب رجعها. لا يا ساتر، ده عصبيه، ده عناديه، ده حالتها صعب. طب يا سيدي خلاص، مالكش دعوه بيا، انت بتغير عليها ليه؟ قال لك لا ما تتجوزش. ما تتجوزي، لا ما تتجوزي حد بعدي. بأمرت ايه؟ انت طلقتها، عايز توقف حالها ليه؟ ما دام مش عايز ترجعها، انت عايز ايه؟ هنا بقى غيرة الزوج على طلقته، وده حاجة غريبة. انا اسمع عن غيرة الزوج على زوجته، غيرة الزوج على زوجته، لكن اول مرة اشوف غيرة الزوج على طلقته. انت بتغير عليها ليه؟
انت ناوي ترجعها؟ لا ده عنادية. طب بتغير عليها ليه؟ بيغير عليها جدا وبيتتبعها في كل حتة تمشي فيها وبيراقبها، وخد اجازة وعايز يعرف مراته بتعمل ايه في مدينة نصر. بتنهي بعض الاعمال يا اخي الخاصة بيها، يا اخي بتروح، استغفر الله العظيم، انت مالك؟ لا تربص بيها، عايز اعمل روح فين؟ راح موقفها في شارع في عز الظهر في مدينة نصر، موقف بتعمل ايه؟ قلت له بخلص مصالح. وانت مالك؟ انت مالك؟ انت طلقتني؟ هو انت جوزي تسألني؟ انا مصدقت خلصت منك، انا مصدقت خلصت من تصرفاتك، انت كمان تطلع لي في كل حتة؟ ما تسيبني يا اخي اشوف حياتي. الزوج اول ما زعقت فيه كده وابتدى الناس يتلموا، فوجئ ان هو فقد اعصابه على حسب اعترافاته. حسيت ان انا فقدت اعصابي على كل شيء، رحت مطلع السكينة ورحت خبطها ببطنها وجريت. حاولوا الناس يجروا وراه لكن ما يدروش يمسكوه، الناس بتخاف وده شيء طبيعي. واحد خبط واحدة في عز الظهر ببطنها بالسكينة وبيجري، مين اللي هيقف؟ اي حد هيقرب منه هيغزه صراحة. يعني مش عايزين نقول لله مبالاة والسلبية، وفين المواطن الشه وفين المواطن المصري المعروف يا عم معروف ايه؟ معروف ايه؟ ده احنا لو جبنا ابطال العالم في مصارعة المحترفين وواحد ماسك سكينة ضرب مراته هيخاف يدخل عليه لانه ممكن يغزه. فمش عايزين نلوم ونقولك الناس كانوا فين والناس سابوه ليه؟ طب ما حدش مسكه. هو اللي بيقتل هيفرق معاه يقتل واحدة ولا يقتل عشرة؟ ما هو اعدام اعدام. اما كلام الزوج بيقول بالصدفة قابلتها في مدينة نصر، يا راجل ده لو في الفيوم الصدفة صعب تجمعكم في شارع واحد، ام في مدينة نصر وانت ساكن في المحصرة بالصدفة شفت طليقتك في مدينة نصر فوقفتها، طب توقفها ليه؟ طب بالصدفة كنت شايل السكينة بجيبك؟ طب بالصدفة طلعتها وغزتها وبالصدفة جريت؟ طبعا واضح ان هي الجريمة ده قتل مع سبق الاصرار والترصد، مراقبها مستنيها واقفها في شارع مدينة نصر، هوب اتخانق معاها طلع السكينة طعنها في وسط الناس وهرب. في مدينة نصر بقى، وده اللي بيساعد رجال الشرطة، كل مدينة نصر بالكامل محزمة بكاميرات، في كل مكان في كاميرات لأن منطقة حيوية. من خلال الكاميرات لما سألوا أبوها قال لك ده كان متجوزة، ده طلقها. فضل يدور عليه شمال لمين، لو مستخبي عند جماعة من أصحابه في مدينة في المحصر. تم القبض عليه. إيه اللي حصل؟ هو ده، أنا كنت ماشي مدينة نصر فوجئت ان هي قدامي في وشي، بتعمل ايه هنا؟ انت مالك؟ شتمتني، ما حسيتش بنفسي غير لما طلعت السكينه وغزيتها، فين السلاح؟ قال لك رميته وانا بجري. اعترفت تفصيليه، بس هو بيقول لك بالصدفه ومشاجره، عايز يقول انها مشاجره يعني مش شروع في قتل. طبعا هي الزوجه الحمد لله رب العالمين، صحيح حالتها متاخره جدا في المستشفى، لكن على الاقل حتى الان ما زال قلبها ينبض. يا جماعه لازم نعرف ان زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. انت طلقت مراتك تتجوز براحتها، الف مبروك. تنحرف براحتها، انت طلقتها ما بقتش على اسمك، يعني لو عملت العار ما حدش هيلومك، لكن انت بتحبها طب رجعها. لا دي عنادية، لا يا ساتر الله، طب ما سيبها تعيش. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.